زي نرمين مراتك الأولانية، هي كمان كانت بتقول إنك حب حياتها. أنت تعرفي نرمين منين؟ ما تشربش قدام بنتك يا يحيى، ده كان دقايق قبل الحادثة. مية وستين كنت سايع على 160 يا يحيى ليه؟ انت كنت بتعاقبها على ايه؟ على ذنب هي ما عملتهوش، على فراقك للبنى؟ هي مالها يا يحيى؟ فاكر وش بنتك في المرايه؟ سبع لفات من حوالي. انت وقعت على الاسفلت. هما طلعوا فوق. الغريب يا يحيى انك نسيت يا يحيى. والأرقام دي مش هتنفعك حتى لو خلصت بـ66.